طيب ابو احمد خلينا نرجع لك، يعني الان الاعلام الرياضي منقسم ما بين متفائل ومفرط في التفاؤل ومتشائم ومفرط في التشاؤم. كيف ترى يعني وضع المنتخب السعودي ما بين هالاتجاهين المختلفين؟ يعني لا شوف حاليا انا ما اعتقد انه في متشائم جدا، انا ما اعتقد انه موجود حاليا. احنا كلنا كنا متشائمين بشكل كبير، يعني خاصة الى التصفيات الاوليه ما كان عندنا ثقه في المنتخب، انا وانت والثاني والثالث ما كنا ثقه في المنتخب، لاننا يعني قادمين من رصيد خيبات كثيره خلال العقد الماضي والعقد النص الماضي والعقدين الماضيه تحديدا، من اخر كاس اسيا حققنا كبطوله كبرى معترف فيها، اكملنا عقدين يعني بعدها ممكن جبنا كاس عرب كاس خليج، لكن ما كان في بطولات، ما كان في تاهل لكاس العالم، ما كان في وصول. فالفتره الماضيه كلها يعني اسهمت في انه الناس تفقد الثقة في المنتخب، في مباراة المنتخب، في أن المنتخب ممكن يصل. جيل كامل ما شاهد المنتخب، يعني في عندنا الآن جيل كامل ما يذكر بطولات المنتخب، ما شاهد المنتخب، يعني أتكلم عن الآن اللي عمره 16 17 سنة يمكن ما شاف أي بطولة للمنتخب. الآن بعد المشكلة الإعلام لما صب جام غضبه على المنتخب في ذيك الفترة، يعني طمس الصورة الحقيقية عن منتخبنا الوطني لهذا الجيل. لا لأن يعني الجيل هذا اللي تتكلم عنه لو تجي في وتسأله في يوم من الأيام يعني هل المنتخب السعودي إنجازات، يقول ما أعرف، كل اللي أنا شفته رصيد من خيبات زي ما تفضلت. صحيح، بس لأنه كان هو أنت تعرف بقدر الألم يكون الصراخ، يعني الإعلام كان يصرخ لأنه كان متألم جدا. يعني المنتخب يعني حقق إنجازات على مستوى آسيا، على مستوى التأهل لكأس العالم، يعني كان منتخب ثقيل في القارة، يعني كان متسيد القارة، كان سيد آسيا. طيب فجأة يصبح كحمل وديع. أفهم من كلامك يعني على أساس أعطيك الفرصة، يعني الآن إحنا في انتظار أن يعود المنتخب لسابق عادي لا أن يبدأ من الصفر. بالضبط، أنا أقول لك الآن خلال التصفيات هذه عادت الثقة للمجتمع، عادت الثقة للإعلاميين، يعني شاهدنا منتخب ثقيل. يعني عجبني العنوان اليوم انه ضيف ثقيل، يعني احنا من متى ما كانت عندنا هذه الثقه في انه منتخبنا ضيف ثقيل؟ يعني احنا كنا ندخل اي مباراه، ندخل مباراه مع فرق اقل منا في المستوى، على مستوى الخليج، على مستوى الدول العربيه، على مستوى اسيا، ما كنا نثق ان احنا يعني سننتصر او سنشكل ضيف ثقيل. بعد هذه الثقه اختلف الخطاب الاعلامي؟ اكيد اكيد اختلف، لانه المجتمع الان اصبح واثق من المنتخب. يعني المنتخب قدم لك مستويات، قدم لك روح، قدم لك عطاء، قدم لك قتاليه، قدم لك مدرب يجيد القراءه، يجيد التوظيف. الان يعني تخيل معي في مباراه اليوم لو بدا المدرب بفهد المولد راس حربه، تتوقع انه في احد ممكن ينتقد المدرب اثناء المباراه؟ مثل ما صار مع الامارات، انتقدوا في البدايه لكن بعد ما شاهدوا توظيف اللاعب في الفريق وثقوا في المدرب. طيب. الآن مهما كان تشكيلة المدرب، يعني أنت تلاحظ حتى المدرب ما أصبح في خلاف كثير على التشكيلة مثل الأول. طيب. أول كنا نختلف كثير على موضوع التشكيلة. خلينا نرجع نقطة في غاية أهمية قبل ما ننتقل للعنوان الثاني، إذا ما كان أبو راشد له أي تعليق على ما ذكرنا قبل قليل. يعني الآن إحنا نتكلم عن فترة الهجوم الإعلامي على منتخبنا الوطني، وبالتالي كذا هذه كان لها أبعاد وأثار كبيرة حتى على اللاعبين. يعني الآن كيف يمكن أن نعيد الثقة بين الإعلامي وبين الإعلامي واللاعب؟ يعني الآن حتى اللاعبين في تصريحاتهم لوسائل الإعلام تجد أن هناك نوع من التشنج. ده أنا أعتقد أن الخط فتح الآن، خط الثقة فتح في طريقة العودة يعني، أو عاد بشكل كبير جدا يعني.